كما كانت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة عين تادلس من وضحت للنشاط عصابة أشرار مختصة في ترويج المخدرات متكونة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و33 سنة ينحدرون من ولاية مستغانم، أحدهم في حالة فرار. القضية جاءت بناء على معلومة وردت إلى المصلحة تفيد أن أحد أفراد العصابة البالغ من عمر 28 سنة يحوز على كمية معتبرة من الكيف المعالج بمقر سكنه بنية ترويجها في أوساط شباب المنطقة. عليه تحركت الضبطية القضائية لأمن الدائرة بعد إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس، وبعد الحصول على إذن بتفتيش مساكن عناصر الشبكة وتفتيشات إلكترونية لهواتفهم النقالة واستغلالها، وتمكنت من حجز كمية من القنب الهندي قدرت ب 460.5 غرام و 187 كبسولة من نوع ليريكا، ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بأكثر من 19 مليون سنتيم، ومبلغ 100 أورو من العملة الأجنبية، وأسلحة بيضاء ممثلة في ساطور من الحجم الكبير وثلاث شفرات حادة، بالإضافة إلى 3 هواتف نقالة ذكية وهاتف نقال عادي. عن التهم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض الاتجار، مع حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر شرعي، تم إنجاز ملف إجراء قضائي سيقدم لموجبه سالفي الذكر أمام نيابة محكمة عين تادلس بمستغانم. وشكرا.